عارفه الميديا دي عامله فيهم كده ليه. ما انت وانا بنتعامل مع الميديا دي عادي، مش بنعمل زيهم ليه؟ ممكن نقعد على الفيس بس مش قوي برضو كده لدرجه اننا نضيع مواعيد مهمه علينا. يعني مش عارف بصراحه. وبعدين اهم وصلوا اخيرا، الحمد لله انهم لحقوا الاتوبيس وبرضو في ايديهم البتاع ده. خلاص بقى قفلي على الموضوع ده دلوقتي، مش ناقصه خناقه على الصبح، لسه اليوم طويل، خليه يعدي على خير. طيب سيبوا البتاع اللي في ايديكوا ده، خلونا نسلم على بعض الاول. يا بنات طيب سلموا عليا حتى، ده انتوا وحشيني جدا، انا تقريبا مش بشوفكوا خالص، كل وقتكوا الفاضي بتشغلوه على الموبايل، انتوا كده مش امناء على وزاراتكوا. طب يلا يا جماعه على الاتوبيس. انا عايزه معاهم شويه ميه. ميه؟ ما انت على وشك ميه اهو. ميه ايه؟ تعرف من السخونيه انا درجه حراره 40 ويمكن اكتر. طب هو ايه اللي على راسك ده؟ تعدي عني بقى. لا مش ممكن يكون ده عيني، انا عشان بقى عاوز اشرب. ما تشرب عادي يعني. ودماغي كلها في الاختراعات الحديثة وكده يعني، فأنا بالصدفة البحتة عرفت مخترعة جامدة قوي عاملة اختراع جديد بيخلي الواحد ياخد قرارات مصيرية في حياته من غير ما يغلط. يا فرقة أنا حاسة بحاجة غريبة، المخرج عمره ما اتأخر علينا، هو إيه اللي أخره بس؟ أكيد في حاجة أخرته، عموما الغايب حاجاته معاه. حاجاته! وات إيفر. فعلا ده تفسير علمي منطقي لعدم الحدود، اما زحمه المرور اما حدوته العربيه فرقعت او الحصان عطل بيه في الطريق. هو احنا بنسالك عن صلاح الدين الايوبي؟ حصان ايه اللي عطل بيه يا بنتي؟ طب ما حد يتصل بيه يشوفه فين. لا ما حدش يتصل بيه. ليه يا عم فادي؟ انا هقول لكم ليه المخرج بتاعنا اتاخر النهارده. انت عارف هو اتاخر ليه؟ الصبح وهو خارج من البيت حس بصوت خطوات وراه، سرع خطوته، لقى الخطوات اللي وراه سرعت هي كمان، قرر انه يجري. واول ما بدا اللي وراه يجري، ووصل لاول الشارع وبص وراه ما لقاش حد، ركب عربيته وبيشغلها، وفجاه بيبص في المرايه.